ونروح لأخبار التنس المصري، واللي بينور دلوقتي وماشي بشكل جيد جدا فترة من أفضل فتراته حاليا وبيحقق نتائج مميزة وخصوصا على مستوى السيدات. ساندرا سمير حققت الفوز على الأرجنتينية جاسمين أوتينزي 2-0 وتأهلت للدور الثاني لبطولة شرم الشيخ الدولية للتنس. ساندرا سمير متألقة في بطولات شرم الشيخ الدولية المقامة خلال الفترة الحالية وبتحقق نتائج مميزة جدا، وده استكمال لنتائج ميار شريف واللي بتحققها على المستوى الدولي. على الجانب الآخر، محمد صفوت لاعب منتخبنا الوطني خسر في مباراته الأولى في بطولة تشالنجر الدولية للتنس في أمريكا أمام اللاعب البرازيلي توماس بلوتشي واللي كان مصنف رقم 21 عالميا قبل كده. محمد صفوت عنده بطولة البرازيل واللي من المقرر أنه يكون بيشارك فيها هو كمان، ونتمنى له أكيد التوفيق ويكون بيواكب انتصارات الثنائي ميار شريف وساندرا سمير. ومحمد صفوت تاريخ كبير جدا مع مصر في على مدار سنوات كبيرة مع منتخبنا، سواء في بطولات فردية أو بطولات زوجية قدم عروض كبيرة وقدم عروض جيدة جدا، فأكيد بنتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله الفترة اللي جاية نشوفه بيستعد بشكل مميز هو الآخر قبل شهور قليلة من إن شاء الله مشاركته هو وميار في أولمبياد طوكيو 2021. دلوقتي لو هنتكلم عن فترة اللمعان اللي احنا شايفينها مميزة جدا لدى التنس المصري، ومن الجيد ان احنا نشوف عندنا رول مودلز بيظهروا في واحدة من الرياضات مش هنقول شعبية في مصر ولكن من الرياضات المهمة اللي لما بيكون في اولياء امور بيروحوا النادي وحابين يشتركوا لاولادهم في رياضة، التنس بيكون من ابرزهم. رياضة فردية لطيفة فيها حركة كبيرة، جوها لطيف، شمس لذيذة، فبالتالي لما يكون في التوقيت دوت عندهم رول مودلز زي ميار شريف تحديدا، واحنا بنتكلم ان هي قادره ان هي تكون بتحقق انجازات كبيره مع منتخبنا وفي بطولات مهمه وفتره صعبه على كل الرياضيين المصريين، فلازم نرفع لها القبعه ولازم نكون بنتمنى لها كل التوفيق والتألق.